أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أن الاجتماع الذي عقد في القصر الحكومي مع القوى الوطنية بحضور رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ومفوضية الانتخابات وبعثة الأمم المتحدة في العراق أجمعت فيه القوى السياسية على إجراء الانتخابات بموعدها. وقال بيان لمكتب الكاظمي أن المفوضية أعلنت استعدادها فنيا وقدرتها لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 10 من تشرين الأول المقبل، فيما أكد الكاظمي تمسك الحكومة بالموعد المقرر وقدرتها على توفير الأجواء الملائمة لإجرائها وبإنسيابية عالية. واقترح الكاظمي تشكيل لجنة من القوى السياسية الوطنية للحوار مع الكتل المقاطعة وإقناعها بالعدول عن قرارها من أجل توحيد الجهود خلال المرحلة المقبلة.